بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله احنا حنستكمل الكونتكست فري جرامر اللي اخذناه المحاضره السابقه، وحنحاول اليوم ان شاء الله ناخذ مجموعه من الامثله. وفي الاغلب اليوم حنحاول كل محاضره باتجاهين، يعني انا في حاحاول كثير اسال وبدي منكم اجابات وبدي منكم مشاركه، وبدنا انتم تعلقوا حتى على اللي بيشاركوا. يعني في طالبات بيطلعوا حلو على اللوح مثلا، بدي حتى اللي قاعدين يعلقوا على الجواب تبعها، جوابها صح جوابها غلط الى اخره. تذكير اللي اخذناه المره اللي فاتت، احنا حكينا في السنتاكس انالايزر في عندي ثلاث اركان او ثلاث اجزاء لازم اخذ بالي منهم. الجزء الاول اللي هو التوكنز اللي كتبهم المبرمج اللي جاييني من الليكسيكال انالايزر، والجزء الثاني الجرامر اللي بده يوصف السنتاكس لانجويج، والجزء الثالث عملية البارسينج أو عملية تشكيل التري اللي بتتحقق إنه المكتوب يطابق السنتاكس. قلنا لو التري طلعت للآخر بدون مشاكل في عملية البارسينج اللي هنتعلمها، معناها إنه كاتب المبرمج بطريقة سليمة تتطابق مع السنتاكس. في حال عدم القدرة على إخراج هذه التري وإنه مش قادرين نطلعها من هذا الجرامر، معناه إنه المكتوب لا يطابق السنتاكس تبع اللانجوج. ويمكن ركزنا في محاضرتنا السابقة على كيف أوصف السنتاكس من خلال جرامر. هو اسمه كونتكست فري جرامر، لكن إحنا من باب التبسيط سميناه جرامر، وحنضل نقول خلال الفصل جرامر. قلنا المرة اللي فاتت إنه الجرامر بيتكون من إيش؟ من مجموعة من البرودكشنز. البرودكشن الأول موجود عندي نون تيرمينال، سهم، ميكسينج، تيرمينالز، نون تيرمينالز، من الاثنين على حسب، تمام؟ وقلنا انه اول برودكشن واول نون تيرمينال هو الستارت سيمبل، الا اذا طبعا هو حكى غير هيك، هذا الديفولت تبعنا. وهذول مجموعه البرودكشنز هذول المكونين من النون تيرمينال والتيرمينالز والسهم والستارت سيمبل، هذول كلهم بيمثلوا الجرامر اللي بوصف مين؟ السنتاكس تبع اللانجوج. ويمكن المره اللي فاتت اخذنا مثال كويس، قلنا كيف نوصف لانجويج تتكون من ارقام يفصلها اشاره زائد المره اللي فاتت، وكتبنا جرامر وشفناه وتاكدنا انه مزبوط، تمام. اليوم انا بدي ارجع لنفس المثال وبدي اكتب له حل على اللوح، وبدي انتم تقيموا لي هذا الحل وتقولوا لي مزبوط مش مزبوط، شبه الحل اللي اخذناه مش شبهه. فحاولوا تركزوا في اللي بدي اكتبه وتدوني ملاحظاتكم عليه، تمام. الان لو قلنا مثلا اكسبريشن عباره عن اكسبريشن زائد اكسبريشن، تمام. والاكسبريشن ممكن تكون في النهايه نمبر، والنمبر ممكن يكون زيرو، والنمبر ممكن يكون واحد الى اخره، النمبر ممكن يكون تسعة. طبعا هنا ملاحظة صغيرة، أنا لما بكتب الإكسبريشن مرتين إيش معناها؟ معناها أنا قادر أستبدل الإكسبريشن بالحالة هاي أو قادر أستبدلها بالحالة هاي، فمسموح أعمل أكثر من تعريف لنفس النون تيرمينال، أعمل له أكثر من برودكشن، هذا مسموح. وحتى نفس الفكرة في النمبر، إيش معنى النمبر تعطي زير والنمبر تعطي 1؟ إنه النمبر ممكن استبدالها بصفر أو بواحد أو باثنين. طبعا من ناحية كتابية، وهذا حناخذها بعدين، مسموح اكتب بهذا الشكل. مثلا اجي اقول النمبر، بدل اكتب 10 لاينز، اجي اقول مثلا النمبر ممكن تكون صفر او، شايف شرط الاو كيف؟ واحد او اثنين او لغايه تسعه، مسموح للصوره هاي. يعني لو واحد اجت تقول انا بديش اكتب التنتين هذول وخلص، بدي اعمل اكسبريشن زائد اكسبريشن واحط شرطه او واحط هذه هنا، بصير مزبوط، ما فيش فيها مشاكل، فيش غلط، واضح. وهذا حناخذ اختصارات هذه بعدين، لكن الان خلونا نتكلم بهذا الشكل. الان ايش اللانجوج اللي انا بدي اوصفها هنا؟ اللي هي ارقام يفصلها زائد، يعني ممكن اقول خمسه واسكت، صح؟ قلنا المره اللي فاتت خمسه زائد سته، صح؟ خمسه زائد سته زائد اثنين زائد قد ما بدي ارقام، هذا كله صح في اللانجوج. الان انا وصفتها بطريقه شويه مختلفه
عن المرة اللي فاتت، لو فتحت الدفتر وطلعتي على آخر محاضرة السابقة هتلاقي حلنا حل غير هذا طفيف، في اختلاف طفيف. بس أنا الآن سؤالي لكم، الحل اللي أنا حاله على هذا على اللوح في الأول بيوصف اللانجوج تبعتي صح ولا بيوصفش اللانجوج؟ هذا أول سؤال. يعني شو اللانجوج؟ أرقام بناتها زائد، فهل هذا الجرامر اللي أنا كتبته بيوصف اللانجوج بطريقة سليمة ولا لا؟ إيش رأيكم؟ طبعا ايش بدك تقولي؟ لا، لانه كان احنا لازم نعبر عن يعني لو كان رقم واحد برضه تمام. طيب ما هي بقول لك سبيشال نمبر يعني بعرف في حد شاف انه غلط في الاول؟ لا. طيب خلينا ندخل شويه في التفاصيل عشان نقربها عليكم شويه. انا الان لو بدي اعمل خمسة زائد 6 زائد 7، هل هذه بقدر اطلعها من هذا الجرامر ولا لا؟ يعني وكانه بوصف اللانجوج اللي انا بدي اياها. يعني طب صح ولا غلط؟ صح. طيب تعالوا نقرب شوي. خلاص انتم معظمكم بقول صح، في حد بقول غلط؟ كلكم بتقولوا صح. انا لسه مش عارف الان، احنا حنوصل مع بعض حنتناقش في الموضوع، بس انا سؤالي المبدئي الان، هذا الجرامر بوصف اللانجوج، شايفة أنت في مشاكل ولا لا؟ بالنسبة إليك لحتى اللحظة بالعكس بوصف فيش مشاكل، فأي سؤال إليك؟ بوصفها. طيب خلونا نأجل الإجابة تاعتكم شوية، بس خليني أعمل لهاي التري. إحنا 5 + 6 + 7 كيف أعرف صح ولا غلط؟ إذا قدرت أطلع لها تري من هذا الجرامر معناها مزبوطة موجودة صح ولا لا؟ تعالوا طبعا تقدر تطلعي لي 5 + 6 + 7 من هذا الجرامر؟ نقدر. ايش حتسوي؟ واحده حتقول لي بدي اعمل زي هيك اكسبريشن زائد اكسبريشن، وهذه اكسبريشن زائد اكسبريشن، وهذه عباره عن ايش؟ نمبر مش هيك؟ وهذه عباره عن 5، وهذه عباره عن نمبر، وهذه عباره عن ايش مثلا؟ 6. والاكسبريشن هذه عباره عن نمبر، والاكسبريشن هذه عباره عن 7 صح؟ في واحده حتحل زي هيك، يمكن تيجي واحده ثانيه تقول انا بديش احل زيها، بدي احل بطريقه شويه مختلفه، بدي اقول اكسبريشن زائد اكسبريشن، وهذه تقول لي هي عباره عن نمبر، وهذه عباره عن 5، وهذه تقول لي عباره عن اكسبريشن زائد اكسبريشن، وهذه عبارة عن نمبر اللي هي 6، وهذه عبارة عن نمبر وهي 7. يعني واضح انه لنفس السنتنس صار في عندي 2 trees لنفس السنتنس صح ولا لا؟ طب تتوقعي هذا شيء ايجابي ولا سلبي؟ يعني احنا قبل شوي ايش كنا نقول؟ اذا لقينا التري لهاي من الجرامر معناها الجرامر مزبوط، مش كنا نقول؟ طب يلا هاي زيادة الخير خيرين، لقينا مش تري واحدة، لقينا تنتين، فهل هذا إشي إيجابي في الجرامر ولا إشي سلبي؟ سلبي. إيش رأيكم؟ وليش؟ لأنه مش في عندنا في الأول سلبي ولا إيجابي؟ سلبي. سلبي، ليش سلبي؟ لأنه إحنا مش حكينا إنه في تري لازم تتطابق معها، فممكن لو اختلفت تصير في مشكلة. لا، إحنا لسه ما قلناش إشي تاني، هذاك عملية البارسينج إشي تاني، الآن إحنا إيش قلنا في الأول؟ بدي اذكرك باللي قلناه، قلنا اذا هاي انت قدرت تطلعي لها تري معناها هذه في اللانجوج، معناها هذه مزبوطه، معناها الجرامر وصفها صح، هيك كنا نقول. الان هذه مش طلع لها تري، طلع لها تنتين، فهل نقول زياده الخير خيرين شيء كويس ايجابي انه مش بس واحده هاي تنتين، والله في شيء سلبي في الموضوع؟ ايش رايكم؟ اعتقد هو انا سلبي. ليش؟ لانه لما المبرمج طب شو المشكل؟ ليش طب ما يكون تنتين؟ ليش؟ لازم يكونوا في الكاش. قصدي انه هلقيت مثلا اجي يقول بطلتي. إيه لا، هلا ممكن يعني ياخذ تري واحده يفحص عليها، طب والتري الثانيه شو بتعمل فيها؟ ممكن واحده تكون مثلا هاي، يعني انت تقولي سلبي ولا ايجابي؟ سلبي. طيب هاي مثلا مور بيرفورمانس اكثر من الثانيه. اه هلا سلبي.
زي ما هي قالت توي انه قصة مثلا حياخد زمن بزيادة في الفحص، هذا اولا. ثانيا حاسة هيك صارت اساسا عدد خطوات لتريز اكبر. المرة فات لما عملنا بس نمبر كانت خطوات لتري اقل، فما اضطرينا نعمل يعني. ليش ما هي هذه نفس الخطوات؟ لا نفس لو كانت نمبر هيك على السريع ما كانتش. ما هي كنت ايش تعملي؟ اكسبريشن زائد نمبر وتعملي 7 على طول. طيب كويس على مو طب هو مين اولى بتوسيع التري؟ نبدا نوسعها من هذا موضوع ثاني. احنا الان بنحكي في الاول انه هل لما بكون للسنتنس اكثر من التري هذا شيء ايجابي ولا سلبي؟ حنيجي على النقطه الثانيه كمان شويه. اجي تقولي هناك. الحين هي على عمليه جمع اكثر من عمليه طرح. فيش بديش افترض عمليه طرح، احنا لسه شغالين على الجمع، ما بنتكلمش على الطرح. احنا الان في الموجود هذا. طيب على كل الاحوال الاجابات اللي اجبتوها اجابات سليمه. هو سلبي يكون اكثر من التري لنفس السنتنس. ليش؟ لانه انا بصير بحير السيستم تبعي، بصير اخذ وقت اكثر في البروسيس، بصير اخذ وقت اكثر بالفحص. انا ايش عارفني لما مين هذا الصح هاي والله هاي، فبده يضطر يفحص هاي ويرجع يروح يفحص هذيك. ففي مشكله اذا انا حيرت السيستم عند نقطه وهو مش عارف وين يروح صح، هين والله هين. فعشان هيك هذه الحاله بنسميها ambiguous او unambiguous، عمليه التحيير. هذا الجرامر الالي اللي انا كتبته على اللوح مشكلته انه هذا عباره عن unambiguous جرامر، تمام؟ يعني هو في اشكاليه انه السنتنس الواحده ممكن يكون لها اكثر من تري. اذا على طول باجي بقول لك هذا الجرامر غلط. يعني لو انا في يوم من الايام قلت لك في عندي لانجوج اكتبي لي الجرامر تبعها ورحتي كتبتي لي جرامر ambiguous، بقول لك غلط. ليش امبيجوس غلط؟ لانه انا مش معنى في التحيير اقعد احيره واقعد ازيد بروسيس وما يكونش الاشي افيشينت. لا، لازم انا يكون الاشي ايش دائما؟ ان امبيجوس. ماشي الحال؟ بقصد امبيجوس طبعا ان امبيجوس العكس، مش ان امبيجوس اليو ان هذه. ان امبيجوس يعني مش امبيجوس، لازم يكون تمام. عشان هيك هتلاقي انت طبعا أسئلة كثير في الكتاب في هذا الدرس. إيش يقول لك؟ يقول لك اثبتي لي الجرامر الموجود ambiguous، أو يجي كيف يعني اثبتي لي؟ يعني بدك تضطر تطلع سنتنس إلى 2 تري. وممكن يسألك سؤال ثاني يقول لك هذا الجرامر المكتوب ambiguous ولا أنا ambiguous، يعني مش ambiguous. فعشان تعرفي بدك تشوفي السنتنس إذا إلها 2 تري ولا ما لهاش 2 تري. بعدين في شغلة صغيرة ممكن تصعب عليكم الأمر وانتبهوا لها. إذا في عندي جرامر والجرامر كل السنتنسز اللي فيه مالهمش أكثر من تري إلا واحدة، واحدة بس من كل السنتنسز إلها 2 تري، خلص على طول هذا الجرامر شماله ambiguous. وهذه مشكلة. ليش؟ لأنه بدك تصير أنت تدوري لما واحد يقول لك هذا ambiguous ولا لا، بدك تروح تدوري مين السنتنس اللي إلها تنتين، مش تروحي تاخذي واحدة وما تلاقيلهاش الا بس حل واحد بتقولي خلاص مش ambiguous. غلط. مش ضروري كلهم يكون لهم حلين. يعني انت ممكن تلاقي كل السنتنسز اللي بتكتبيها لهم حل 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 الا بعض. فخلص هدول البعض هم اللي خلوا الجرامر ambiguous. فبتكون تبي للقصه هاي. وهذا احيانا ممكن نصعب ونسهل فيه الاسئله. ليش؟ لانه ممكن اجيب لك جرامر ما يكونش كتير في سنتنسز لهم 2 تريز، فبدك تصير تشغل دماغك مين التري اللي ممكن السنتنس اللي لها 2 تري عشان اقدر اعرف انها ambiguous. وللاسف يمكن تدوري كتير وتدوري كتير هو يكون فيه ما تلاقيش، تروحي تفتي ايش تقولي؟ تقولي مش ambiguous، لكن بالفعل اقول لك لا تفضلي هاي في كان السنتنس الفلانيه الطويله هذه لها حلين. فللاسف احيانا في بعض الاسئله بدك تتعبي لما تلاقي ايش؟ انه الجمله لها حلين، بس اللي زي هذا سهل. يعني هذا مثال سيمبل خالص واضح انه ممكن افرد من هان وممكن افرد من هان وبالتالي اوصل لنفس الحاله نفس السنتنس، وبالتالي هذا بنسميه ambiguous. اذا الان الجرامر اللي انا كتبته على اللوح مشكلته طبعا هو بيوصف اللانجوج، بيوصف اللانجوج فيش في نقاش، بيوصف اللانجوج، لكن مشكلته انه ambiguous. وانا الambiguous مش مطلوب، ما بديش انه يكون ambiguous، يعني لازم اكتب جرامر ما يكونش ambiguous. الان حروح للستيب الثانيه، بس في الاول في بدك تسالي وخلاص. الحل المره الماضيه يعني سيبيني من الحل المره، لسه ما بديش اتكلم عن الحل الماضيه، حجي له كمان شويه. الان بس ركزي لي في الحل هذا، انا هذا لسه الان بدي اطور فيه وبدي اشتغل عليه. في الاول وضحت الصوره هان، متى بنقول عن جرامر ambiguous ومتى بنقول انه مش ambiguous؟ اذا لقيت سنتنس الها 2 تري
او اكثر طبعا خلاص هذا امبيغوس، وهذا مش بكون بدي انا مرفوض اكتب شيء امبيغوس. واضح؟ طيب الان نيجي للسؤال الثاني، كيف اعمل التعديل على هذا الجرامر بحيث انه يبطل امبيغوس؟ وهنا برضو في اقتراحين بدي اكتبهم، اقتراح اخذنا المره اللي فاتت بدي اكتبهم على اللوح، وبدي رايك هل الاقتراحين صح ولا غلط ولا نص نص. تعال نشوف الاقتراحين، فمش دعمل بدي اعيد كتابته هذا بحيث انه يبطل امبيغوس. فكان الحلين كالتالي، اني اجي اقول اكسبريشن عباره عن اكسبريشن زائد نمبر زي ما عملنا المره اللي فاتت، تمام؟ وهنا نقول اكسبريشن عباره عن نمبر، وبعدين نيجي نقول النمبر زي ما انتم عارفين اللي هو من 0-1 لغاية 9. هذا الحل الأول. في طالبة ممكن إيش تقول؟ تقول أنا بديها زي هيك، expression عبارة عن number زائد expression، تمام؟ وبعدين expression ممكن يكون number، تمام؟ والnumber ممكن يكون 0-1 لغاية 9. الآن في الأول هذا اللي أنا كتبته هنا ambiguous؟ لا لا. ليش؟ من جهة واحدة خلص. لأنه من جهة واحدة، لأنه 5+6+7 بضل لها 3 واحدة، ما فيش لها تري ثانية، صح ولا لا؟ طيب الحل الثاني اللي هان هذا ambiguous؟ برضو مش ambiguous، لأنه بعفرد من الجهة الثانية، يعني لو عملت 5+6+7 جربي مش هتلاقي إلا 3 واحدة، لانه حتضطر تقول اكسبريشن عباره عن نمبر اللي هو الخمسة زائد الاكسبريشن اللي انت هتروح تراجعيها 6+7 نمبر زائد اكسبريشن. اذا الواضح انه هذا الحل مش امبيغوس، وهذا الحل مش امبيغوس. الان سؤالي لكم، هل الحلين صح ولا الحلين غلط، ولا واحد صح وواحد غلط، ولا ايش رايكم في الموضوع؟ والله ولا واحد صح اصلا. ايش رايكم؟ فاهمين ايش سويت؟ انا هذا بوصف اللانجوج ما ننساهاش يا بنات، اللي هو ارقام بيناتهم زائد. لقيت هذا مشكلته العويصه انه في امبيغوتي، امبيغوس، يعني شجرتين لنفس السنتنس، فبدي امنع الامبيغوس. فكان في اقتراحين، اقتراح اخذناه المحاضره السابقه، واقتراح انا ضفته اليوم في محاضره اليوم. هل الان الحلين هدول صح ولا غلط ولا 50-50 ولا ايش رايكم؟ هنا قالت التنين صح، طيب مين غيره؟ ايش السؤال ايه؟ انا اللي بسألك مش انت اللي بتسألي، انا الان بسألك، انا غيرت بين الاثنين، شايف ايش الحل الاول والثاني، عكست نم زائد عكست النم، يعني يعني انت مش مقتنعه بجوابتها، يعني انه انت يعني مش حتفرق. ماشي اوكي. ايش رايك يا بنات؟ صح صح صح. البقيه ايش بيقولوا؟ وين مكانهم الاعراب البقيه؟ طيب ما انا مش عارف، انا بسالك. انا حطيت حلين اني اشيل الامبيغوس من هذا الجرامر، ففي حل فوق وفي حل تحت، فانا سؤالي يعني سهل وبريء ما فيش فيه شيء. هل الاثنين صح؟ هل الاثنين غلط؟ هل لا واحد فيهم اصح؟ فهي بدي اجابه منكم. اللي فوق الاصح. طيب الاثنين صح. ايش اللي تحت اصح؟ طيب ما شاء الله عليكم، ناس قالوا اللي تحت اصح، ناس قالوا اللي فوق اصح، وناس قالوا التنين صح. وش في كمان؟ ليش؟ لانه ما شاء الله ببعث لك التوكنز من فوق. انا مثلا وصلني التوكن الاول، بحط انه هو النمبر. طيب لسه ما يوصلني الباقي، لانه كان الاكسبريشن هنا اول شيء، حضطر استنى لسه اللي وراي ينزل. طيب لا برضه لا مش مزبوط، انا هذا حتبين معك بعدين في عمليه البارسنج، انه لا عمليه البارسنج بتمشي هيك وهيك. الاثنين صح. يعني الخلاصة كم واحدة بتقول الاثنين صح؟ ما شاء الله. طيب كم واحدة بتقول فوق صح واللي تحت صح؟ ولا واحدة صح. وانا لما افترض اكتب اكسبريشن مش اكتب اول شيء الاكسبريشن بالاول بعدين يكون الصم بالاخر، ايش فرقت في الاخر؟ 5+6+7 طلعت، هي 5+6+7 يعني من هاي ولا من هاي بتطلع. طيب
على عموم الطلاب أشطر أجابوا إجابة سليمة، تمام؟ الإجابة السليمة إنه اللي فوق هي الأصح واللي تحت هي الغلط. ليش؟ بدنا نقول الآن ليش. أنا بدي أذكرك بشغلة مهمة، إنه الجمع left associative operator. إيش يعني؟ أخذتوها في data structure قبل هيك أو حتى في الرياضيات، إنه 5+6+7 كيف بتتم؟ لازم تنجمع الخمسة زائد ستة في الأول ثم تنجمع السبعة، لأنها left associative operator، صح ولا لا؟ الآن سؤالي إلكم قبل ما أروح على الحلين، هذا الحل هو عبارة عن 5+6+7 من هذا الجرامر، مزبوط؟ وهذا الحل 5+6+7 من هذا الجرامر، مش هيك؟ الآن مين الشجرة الأصح في التنتين؟ الشجرة الأولى. ليش؟ لأنه left associative بخلص وبضيف، بينما هذه ايش عملت؟ اخذت الستة مع السبعة وبعدين ضافت الخمسة. لكن احنا بنعرف انه عملية الجمع left associative انه لازم تخلص من الشمال لليمين. اذا طالما انا قلت الشجرة هذه هي الاصح من هذيك، اذا هذه من اي جرامر بتطلع؟ من الجرامر اللي اخذناه المرة اللي فاتت اللي هو فوق. عشان هيك بنقول انه هذا الجرامر هو الصح وهذا الجرامر هو الغلط. ليش؟ لانه الجمع left associative operator، وبالتالي العملية الحسابية لازم تخلص من الشمال لليمين، وبالتالي لازم التري اللي تطلع معايا لازم تعكس ايش بيصير في العملية الحسابية. وبعدين لاحظوا اشي مهم، انا لما قلت 5+6+7 يا بنات قبل شوية في هذا الجرامر، مش طلع له شجرتين؟ صح ولا لا؟ الان انا لما بدي اثبت احط هنا نمبر ولا احط هنا نمبر، ايش معناها؟ مش بدي اثبت احد الشجرتين، من باب أولى إنه 5+6+7 هذه الأفضل من هذه، لأنه هذه بتتاخذ مبدأ اللي تأسوشيتيف. فطالما أنا اتفقت إنه هذه هي الأفضل من هاي، يعني بعد اليوم لما يصير عندي 5+6+7 ما لقيش إلها إلا هاي التري، معناه مين الجرامر اللي بيطلع هذه التري؟ هو هذا، مش هيك؟ لأنه كيف نطلع؟ ما هي حتقولي لي هاي تعال 5+6+7 اشتغلي على الجرامر اللي فوق. إيش حتسوي؟ ها هتقولي لي على الجرامر اللي فوق اكسبريشن شيك، بعدين ايش هتقولي؟ اكسبريشن زائد تيرم، صح؟ زائد نمبر، مزبوط؟ والنمبر خلاص سبعة. ليش؟ لانه انت الخمسة والستة مع بعض، عشان هيك هترجع تلاقي الاكسبريشن فرضت معاكي اكسبريشن كمان مرة زائد نمبر وخلاص، وهذه عبارة عن نمبر وبنخلص. فشايفة هذه الشجرة هذه الأصح، عشان هيك أنا افترضت وقلت إنه هي بهذا الأصح. طب الخمس زائد ستة زائد سبعة كيف شكلها من اللي تحت؟ شكل هاي، لأنه حتصير بس بالنسبة إليك هذه إيش؟ حتكون عبارة عن إيش؟ هذه نمبر، صح؟ فحتاخد نفس الشكل الغلط اللي تحت. وضحت إذن ليش أنا قلت إنه اللي فوق هي الأصح؟ طيب بعدين في شغلة تانية مهمة يا بنات خدي بالك منها، أنا لما بدي أضمن إنه عملية تكرار بتصير للأرقام، مجبر النون تيرمينال اللي هنا يظهر بعد السهم، لانه لو ما ظهرش، افترض انت كتبتي هنا نمبر وكتبتي هنا نمبر وما حطيتيش هذا هنا ولا هنا، حتقف على رقمين، حتصير تكتبي الاكسبريشن 5+6 ولا 6+8 وخلاص وبتقف. علشان نقدر نعمل عمليه تكرار 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 قد ما بدي ارقام، لازم احد الاطراف ياخذ نفس الاسم اللي قبل السهم، لانه لما بتاخذي نفس الاسم بصير عندك امكانيه ايش؟ تكرار. ايوه اكسبريشن زائد نمبر اكسبريشن زائد نمبر اكسبريشن زائد نمبر. فتكتبي للقصه هاي. الان السؤال، طب اللي وراه اخلي الاكسبريشن هنا واثبت هذه بنمبر ولا اخلي الاكسبريشن هنا واثبت هذه بنمبر؟ الجواب حسب الاوبريتور. اذا الاوبريتور ليفت اسوشيتيف معناها بدي اخلي النمبرين هذا هنا وهنا واحط في الناحيه الثانيه النمبر مثلا. إذا كانت رايت أسوشيتيف، ومش الكيسية هذه، لكن لو كانت رايت أسوشيتيف كنت حقول إنه لازم يكون هنا نمبر زائد إكسبريشن عشان تفرد من ناحية الرايت. وضحت؟ إذا زائد ناقص ضرب قسمة، هدول شو؟ ليفت أسوشيتيف. وضحت؟ طيب زي مين مثلا الرايت أسوشيتيف؟ حد عنده مثال على الرايت أسوشيتيف؟ مين رايت اسوشيتيف؟ المساواة. المساواة.
لما اجي انا اقول x تساوي y تساوي z، هذه كيف بتتم؟ بخلص الزد مع الواي ثم بحط الناتج في x. انتبهي، شايفة عكس تماما عملية الجمع. الجمع كان بخلص الx والy، الجمع بعدين بروح على الزد، لكن المساواة عكسهم تماما. المساواة رايت اسوشيتيف، يعني بخلص من وين؟ من اليمين للشمال. ما تنسيش هذه المعلومة، لأن لو كمان شوية غيرت في الجرامر وطلبت عملية مساوي تساوي، هتلاقي الشكل اللي تحت حيصير هو الأصح، لأنه في صارت يساوي. كمان شوي حنجي لهذا المثال، مش مشكلة الآن. وضحت الآن الفكرة تبعتنا؟ طيب، في أي سؤال هنا؟ لأنه بدنا نطور شوية على السؤال تبعنا. في أي سؤال؟ طيب، بدنا نمسح اللوح عشان نبدأ نسألكم ونشوف نشاطكم إن شاء الله. المهم احنا اتفقنا في الاخر انه اكسبريشن عباره عن اكسبريشن زائد نمبر. طبعا يا بنات انتبهوا انه الكتاب مرات بيستخدم اسماء مختلفه، مره استخدم اكسبريشن هنا، مره استخدم ليست، مره استخدم سترينج. نفس الفكره، هذه مجرد اسماء انت حره في تسميتها. المهم الاستراكشر تاع الجرامر. طيب اكسبريشن زائد نم او اكسبريشن عباره عن ايش؟ نم وخلص ونم. هذا اللي اتفقنا عليه تو من الاخر، اللي هو خلاص المحاضره السابقه، مزبوط. طيب سؤالي الان، مين تطلع تطوره بحيث اللانجوج تبعتي تصير كالتالي، انه مش بس عمليه زائد، انه انا بدي اعمل الاوبريتورز كلهم، الزائد والناقص والضرب والقسمه. يعني كمان مره الان انا اللانجوج تبعتي عباره عن ايش؟ ارقام يفصلها زائد أو ناقص أو ضرب أو قسمة. يعني مسموح أكتب خمسة واسكت، مسموح أكتب خمسة زائد اثنين ضرب ثلاثة ناقص واحد، قد ما بدي. فقد ما بدك مسموح تكتبي أرقام، وقد ما بدك تحطي إشارات بيناتهم حطي. ممكن أقول خمسة زائد اثنين زائد ثلاثة واسكت، ممكن أقول خمسة ضرب اثنين زائد ثلاثة، أنا حر. المهم إنه اللانجوج تسمح لي الآن بوضع أرقام وبناتهم اي اشاره انا بدي اياها من الزائد والناقص والضرب والقسمه. الان مين تطلع تطور على هذا الجرامر وتعمل الجرامر الجديد؟ مين تطلع تحل تعمل الجرامر؟ بيطلع يحل لي، انا مش حقيم لك حلك، البنات اللي قاعدين هم بدهم يقيموا حلك. بتطلع يطلع جربي، تعال. واضح ايش السؤال يا بنات؟ بدها تعيد كتابته بحيث انه الان مش بس للزائد، ويسمح الناقص والضرب والقسمة، يسمح لكل شيء. يلا جربي وركزوا عشان انتوا برضو تجاوبوها، تقولوا لها صح ولا غلط اللي بتشتغلوا. تمام، طبعا هي ايش بتعمل قاعدة؟ بتقول اكسبريشن عبارة عن اكسبريشن زائد نمبر. كملي انت، كملي كملي، وبعدين في ضرب وقسمة، وبعدين عملت زي ما كان في زائد اضافت عمليه الطرح، لانه مسموح نعمل اور 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 اكثر من تعريف للاكسبريشن. فهي قالت زائد نمبر، بعدين عادت اكسبريشن ماينس نمبر، بعدين عادت اكسبريشن ضرب نمبر، واخر ايش هتعمل؟ اكسبريشن على نمبر، والاكسبريشن هو نمبر زي ما عملت، والنمبر 0 1 2 الى اخره. طيب تعالي بس تخلص وتستريح، بنقعد نسمع ارائكم في الموضوع. تمام، استريح الان. الان هي حلت زي هيك زي ما انتم شايفين. فسؤالي لكم، حلها صح ولا غلط؟ وليش؟ يعني تمام بيرفكت، مش في مشاكل، لا في مشكلة، ايش رايكم في الحل اللي هي حلته على اللوح؟ انه ليش اكرر الاكسبريشن اربع خمس مرات؟ ممكن انا احط اكسبريشن اوبريتور نمبر. ماشي، يعني هي بتقترح، ماشي، اقتراحها شغلة فنية، ايش بتقول؟ اكسبريشن اكسبريشن اوبريتور مثلا، اللي هم نمبر مثلا، هيك هيك تقصد. واجي اقول الاوب هو زائد او ناقص او ضرب او قسمه مثلا، هيك هي بتقول. والنم 0 او 1 او 2 او 3 الى 9. طبعا الحل اللي اقترحته نفس الحل اللي تحت، ما فيش فرق، بس اختصرت برودكشنز. لكن في النهايه
نفس المعنى تحت هو نفس المعنى فوق، بس اللهم بدل تكرر أربع مرات عملت واحدة وقالت أوب، على أساس الأوب بتقلب لزائد أو ناقص أو ضرب وقسمة. نرجع لنفس السؤال الآن، طالما هدول الاثنين إكويفلنت، الاثنين هدول صح ولا غلط وليش؟ برضو في مشكلة. لو أنا كان عندي 5 × 4 + 3 × 2 لازم عملية الضرب التن وعملية الضرب بعدين أجمع، فبالتالي أنا حطنا أنا حصرت إنه فيه نمبر. طيب. فهي إكسبريشن. يعني قصدك بدي أفهم، يعني قصدك إنه الضرب بقدرش يبين معي، بقدرش أعمل 5 × 2؟ هيك قصدك؟ بقدر بس الناتج بيطلعش. إذا أنا خليتها كلها ليفت أسوشيتيف حيعمل مثلا الجمع قبل الضرب، وبهيك الإجابة حتطلع غلط لأنه الأولوية للضرب قبل الجمع. إيش رأيكم في اللي بيقولوه؟ الناس اللي نايمين في الآخر قاعدين ساكتين. إيش رأيكم؟ فهمتوا إيش قالوا؟ قالوا بيقولوا هنسمعكم بصوت عالي. بيقولوا إنه في مشكلة إنه في الأولويات أنا مش عامل حسابي، لأنه بده إذا عامل أنا جمع وضرب ممكن ياخذ الجمع قبل الضرب. في الحالة هذه فما رأيكم لورا هنا؟ إيش رأيكم كلام منطق اللي بيقولوه ولا له علاقة بالمنطق؟ مالكم ساكتين في الآخر ورا؟ فيش عندكم إجابة؟ طب أنا بقول إيش رأيك في اللي بيقولوه هم؟ طب أنا سهلها عليكم أكثر من هيك. الآن هل الزائد والناقص زيهم زي الضرب والقسمة؟ الأولوية لمين أول؟ يعني واضح إنه الأولوية للضرب والقسمة أعلى، البريوريتي للضرب والقسمة أعلى، صح؟ لكن أنا في حال زي هذا واضح إني مسويهم في بعض، أنا عامل الزائد زي الضرب زي الناقص زي القسمة، وهذا وين ممكن يسبب لي مشكلة؟ إنه لو أنا كاتب إكسبريشن 5 + 2 / 3 يمكن يروح يجمع الاثنين مع الخمسة بعدين يضرب، لأن أنا مش مفرق الضرب. إذا واضح إنه الحل الموجود الآن الكونكلوجن الحل فيه غلط. إيش الغلط؟ إنه مش واصف أو مش ماخذ موضوع الأولويات بالاعتبار. يعني على سبيل المثال لو أنا كاتب 5 + 2 / 3 وارد جدا إنه يجمع الاثنين، شو بيقولنا ليفت أسوشيتيف، فيقول 5 + 2 = 7 بعدين يضرب في 3. بينما ايش الصح؟ 3 × 3 يضرب الاثنين في 3 بعدين يجمع الخمسة. فالواضح انه الضرب والقسمة في بينهم اختلاف على الناقص والزائد، وهذا لم يتم مراعاته في الجرامر الموجود. طب اورجي لك الدليل. الدليل تعالي نعمل لهذه بارسينج تري من هنا. هي بتطلع البارسينج؟ لا بتطلع، لكن تعال نشوف شكلها كيف. حتقولي لي حنبدا من اكسبريشن، بدنا نطلع هذه صح؟ حتقولي لي اكسبريشن زائد او اوب زي ما بدك. ايش نقول زائد؟ خلينا نشتغل عليها هنا. ايش بدنا نعمل؟ زائد نم ولا ناقص نم ولا ضرب نم؟ اخر شيء ضرب، مزبوط؟ لانه انت حتثبت النم معك، فغصبا عنك حتقول اكسبريشن ضرب نم. ما فيش قدامك خيار ثاني اذا بدك تطلعي هاي، لانه مش اخر واحده بتثبت، مش في الحل تبع، مش اخر واحده بتثبت، ما حدش بيقدر يلعب فيها. فاخر اشاره قبلها شو؟ الضرب. عشان هيك انا مضطر اقول اكسبريشن عباره عن اكسبريشن ضرب نم. الان خلصنا من الضرب والنم اللي هو 3 صح؟ ايش الاكسبريشن هاي؟ حد يقول لي اكسبريشن زائد نم شيك، والنم اللي هان 2، والاكسبريشن اللي هان نم، والنم اللي هان 5. ايش سوى؟ 5 و2 أخذهم مع بعض وبعدين ضرب في 3. وهي المشكلة بينت زي هيك. ليش بينت المشكلة هاي؟ لأنه أنا افترضت أنه الأولوية للأربع هدول زي بعض. طالما افترضتهم زي بعض صار يشتغل ليفت أسوشياتيف، ما لوش دعوة اللي بيشوفوا من الشمال اليمين بطبقه. لكن قصة الليفت أسوشياتيف إذا أنتم عارفين أو بتتذكروا بتختلف في حال وجود الضرب والزائد، بصير يميز وياخذ الضرب في الاول او القسمه ثم بياخذ الزائد. يبقى الان واضح انه بالفعل الجرامر المكتوب ماله في خلل. كويس، في خلل. ممكن اعطيه خيارين ننفذ مثلا. ما الحين السؤال الثاني اذا بدك تطلع تجاوبوا عليه. السؤال الثاني الان بدنا نطوره الجرامر اللي على اللوح
على اساس يصير مسموح يعمل الاولويات. فمين بده يعدد؟ جربي تعملي تعدلي؟ ليش طلعت بس انه بنعمل تو اوب اوب واحد بنحط فيه الضرب والقسمه وبدنا بنحط فيه الجمع وبدنا تكتبي عشان نعرف نتناقش فيه. البنات يناقشوا كيف فيه. جربي اكتبي، واذا عندك حل ثاني برضه بدك تكتبيه مش مشكله. بنات اي حد بيطلع يكتب حل، الباقيين بدهم يقعدوا يفكروا في الحل اللي انكتب عشان يدوني رايهم مزبوط ولا مش مزبوط. تمام خلينا نخليه هذا، انا استنى شويه في المنطقه هذه حاولي تحلي. تمام تمام يلا، وانتم ركزوا على الحل تبعها وقولوا لي ايش رايكم. واضح ايش تسوي هي الان؟ بدها تحاول تكتب لجرامر تعيد كتابته بحيث انه يسمح بقصه الاولويات. يعني لما نشوف 5 زائد 2 ضرب 3 يضرب بعدين يجمع، يعني يعمل 2 و3 مع بعض في شجره بعدين يجمع الخمسه. طيب في نفس الوقت ما يكونش امبيغوس. لما نقول اكتب جرامر مش بس بدك تطوريه ويطلع امبيغوس، وش الفائده؟ ممنوع يكون امبيغوس، وفي نفس الوقت ياخذ الاولويات بعين الاعتبار. طيب ايش رايكم؟ هل هي هيك حلت المشكله ولا هي هي الحل اللي اضافته اكوفلنت لهذا واكوفلنت لهذا؟ ليش؟ لانه كل الفكره اكسبريشن والنمبر حنحط فيه بينهم اوبريتور، والاوبريتور يا اوب 1 يا اوب 2 يا زائد ضرب يا زائد ناقص يا ضرب قسمه، فهي هي مش حتغير شيء. يعني في الاخر هذا وهذا وهذا واحد. بس انت الفكره انه بدل تحط الاوب مره واحده عملتيها على نقلتين، يعني فصلتيها في تو برودكشن، انه ممكن تكون زائد ناقص ممكن ضرب قسمه، لكن في النهايه 5 زائد 2 ضرب 3 حتقعد نفس الصيغه. فواضح انه هنا مش مزبوطة 100%. ليش؟ لأنه هي إيش سوت؟ أعادت كتابة هذا، يعني هذا وهذا وهذا الآن زي بعض. وضحت؟ لأنه أنت الأب النهان أعطيتي خيارين يا أب 1 يا أب 2، والأب 1 كذا والأب 2 كذا، فأنت خلص صرت قادرة تحطي بين الإكسبريشن والنمبر علامة من الأربعة، وحترجع الإكسبريشن الثاني تحطي لها علامة من الأربعة، فما أخذتيش في بالك الأولويات. آه غلط هيك سوى الضرب نفسه. الضرب نفسه ليفت اسوشيتد، يعني لما انا اعمل 2 ضرب 3 ضرب 4 لازم يخلص 2 في 3 في الاول وبعدين يضرب الاربعه. لو راح ضرب 3 في 4 بعدين 2 غلط، لانه كمان الضرب ليفت اسوشيتد. اه ايش بتقولي؟ بدك تجربي شيء؟ جربي يلا تعالي غيري. ها تمام جربي، هنشيل الاحمر اللي هان وتجرب في نفس المكان ثاني. يلا جربي شوفي حلي وجربي ثاني. وبرضه نحاول نقيم الحل تبعها ونشوفه مزبوط ولا مش مزبوط. طيب استريح نتكلم في الموضوع، استريح. طيب نقعد شوية نشوف الآن هي ايش كتبت؟ ليست زائد نمبر، بس فاهمين ايش انا تكفيتي زائد وضرب؟ ضرب هذه حرف كثير. ليست ضرب نمبر وليست على نمبر، وبعدين وين طب الزائد والناقص؟ كيف بدنا نعمل زائد وناقص؟ كيف بده يكون في نفسه؟ اي اكسبريشن نفسه؟ ما هو خلص بصير امبيغوس. ما نفس الفكره، مش بدك تعملي زي هيك؟ اجي كمان. ايش افرق؟ ايش افرق؟ ايش هي مثلا؟ ماشي، بس هنا في عندك مشكلة. دخلت هي في مشكلة الامبيغوس. ليش؟ لانه الان صارت الاكسبريشن، انا اروح كيف بدي اوصل بدك تروح للست، والليست بترجعك لوين؟ لاكسبريشن وبترجعي ثاني. يا اما
طيب ما انت لو عملتيها انا مش حنبطل نقدر نعمل لوب، يعني مش حنقدر نعمل تكرار. مش مشكلة، المحاولة جيدة، بس الفكرة خلي مش مشكلة الآن. تمام، بدي أسمع الآراء الآن، بدنا عشان نختصر الوقت، بدي أسمع إيش بدك تقولي وإيش تقول إنه نحله. أول إشي بحط أنا كويس، اللي بحاول أحسن من بحاولش. بحط الضرب والقطمة لحال، بحطهم لحالة، وبعدين بحط الإكسبريشن هو الأساس زائد أو ناقص الريست هاي اللي هي ضرب. تمام، بس هيك أنا ماشي حنوضحها. كويس كويس إيه؟ حلها هيك. أنا صار عندي إجباري إني لازم يكون عندي ضرب أو قسمة قبل. لا الحين بنوضحها كيف صارت. نفس حكيها. طيب تقف، بصيرش في لسه، بصيرش في لوب، فيش تكرار الأرقام، بصير تقف على قد رقمين وخلصنا. طيب الآن خلونا نفهم كيف نحل الأسئلة اللي زي هاي. الحين بدي أمسح كل كويس، يعني محاولات حاولتوها كويسة منيحة، لكن ما وصلناش للنتيجة النهائية 100%. تمام، خلينا نشوف كيف بدنا نحل السؤال اللي زي هذا. طيب الآن كل تريك عبارة عن إيش باختصار؟ زي ما قالت الفكرة هناك شوية، إنه أنا لما بكتب 5 + 2 ضرب 3 الفكرة تبعتي مش هدول وحدة واحدة لازم يكونوا، مش الشجرة لازم تشجر هدول مع بعض، صح ولا لا؟ إذا هدول لازم أعمل لهم نون تيرمينال لحالهم، نون تيرمينال خاص فيهم. ليش؟ عشان أضمن إنه هذا النون تيرمينال لما يتفكفك يتفكفك للضرب وللقسمة. شفت أنت كيف؟ طيب كيف بدي أعمل الإضافة هاي؟ قال لي ضيفي إضافة. كيف إضافة؟ تعالي نرجع. مش أنا كان عندي هنا إكسبريشن زائد تير أو إكسبريشن ماينس نمبر، خليني بدي أغير النمبر الآن، كلمة نمبر بس في الأول ثواني، أو إكسبريشن. طبعا يا بنات الزائد والناقص زي بعض، يعني مش هغير عليهم، حيظلوا في نفس اللي زي قبل شوي ما كتبنا، لكن الشطارة إنه الآن بدي أبطل عن كلمة نمبر وأعمل نون تيرمينال جديد يمسك جواته الضرب والقسمة، علشان هذا هو اللي شجر لي الضرب والقسمة يكونوا مع بعض ما يروحش مع الزائد. عشان هيك ايش بقول؟ اكسبريشن زائد مثلا نسميه تيرم. الآن صار في عندي التيرم، ايش بقصد فيه؟ نون تيرمينال جديد حيفرع الضرب إذا بدي وحيفرع القسمة إذا بدي. طب ليش أنا عملت الحركة هاي؟ عشان أضمن إنه يكونوا مع بعض تعون الضرب، عشان أضمن يكونوا مع بعض تعون القسمة، مش يروح للزائد. طب ليش أنا ما عملتش هذا الكلام للناقص؟ لأنه الناقص والزائد شبه بعض ونفس الأولويات وليفت أسوشياتي، فما عندي مشكلة في الناقص. فبروح بكرر تير وبقول إكسبريشن تير. تمام؟ الآن السؤال شو هو التير؟ طبعا لو أنا بديش ضرب وقسمة يا بنات بقول ببساطة التير، لو بديش ضرب وقسمة بقول التير هو 0 أو 1 أو 2 وخلصنا. المهم يعني خلص بقول بدأ أقول تير نمبر ونمبر 0 خلص 0 1 مش بتكون خلصت وبتعمل قد ما بدك زائد وناقص. لا الآن أنا لا بدي أدخل الموضوع في وين؟ في ضرب وقسمة. فايش بسوي؟ باجي بقول له التيرم هاي عبارة عن شو؟ كيف تعمل الآن أرقام بينهم ضرب؟ مش تو تعلمناها؟ هتقولي لي تير ضرب، سمي اسم جديد نمبر فاكتور، الآن بخلي بس أنت سمي فاكتور الآن مؤقتا، أو هتقولي لي التيرم عبارة عن إيش؟ قسمة. تيرم على، لأنه الضرب والقسمة زي بعض، فاكتور، أو التيرم هو فاكتور. مش مشكلة، لأنه الفاكتور هو يا بنات إيش؟ النمبر. خلاص الفاكتور هو 0 أو 1 أو 2 لغاية 9. شايفين إيش التعديل الطفيف اللي عملناه؟ الآن حنثبت إنه هذا صح. كل اللي صار إنه أنا هاي عملتها نون تيرمينال وخليت النون تيرمينال هذا يطلع لي من ضمن هالإيش؟ الضرب والقسمة. ليش أنا عملت هذه الحركة؟ عشان لو التيرم فيه ضرب وقسمة يخلصوا قبل مين؟ قبل الزائد. يخلصوا قبل مين؟ قبل الطرح. عشان هيك انا بضمن انه هذا الاولويه مع بعض. فالتريك بيقول لي بسهوله الاشي اللي له اولويه اعلى
ما تسويهوش في السابق، اعمله نمطين من اللي حاله وخده وصير فرع منه. الآن بنيجي لسؤال جديد، طيب الترم هذا ايش بدي منه؟ مش هذا بيفرع لي ارقام بينهم ضرب؟ كيف بدي افرع الارقام بينهم ضرب؟ بدي يقول لي الترم في فاكتور، او شايف الاسم هان والاسم هان. ها طب سؤال، ليش ما عكستش فاكتور في ترم؟ لانه حتى الضرب ليفت اسوشيتد. طيب السؤال الثاني، ليش كررت الاسم مرتين؟ عشان اقدر اعمل التكرار، فخلص لازم اكرر الترم مرتين قبل وبعد عشان اضمن السيكونس تبع الارقام. بعدين ليش حطيتها على الجهه الشمال؟ عشان هالليفت اسوشيتد. باختصار في فاكتور. طب ليش ما كررتش الترم كمان مره هين؟ عشان ما تصيرش امبيجوس، مش بتصير ترم في ترم زي اكسبريشن زائد اكسبريشن، مش اذا بتفرع من اتجاهين مش بتصير امبيجوس. عشان هيك هذا كله مرفوض اكرره مرتين. الان الفاكتور هذا عباره عن ايش؟ خلص ارقام. طب بدي اتاكد ان الشغل اللي انا اشتغلته هذا صح. تعالوا ناخذ سنتنس ونعملها بارسنج تري ونشوف. هاي مثلا نقول 5 زائد 2 ضرب 3، بدنا نعمل لها بارسنج تري. تعال هتقولي لي حنبدا باكسبريشن. الاكسبريشن عباره عن ايش؟ اكسبريشن هذا، انتبهوا يا بنات، هذا اذا بدك في مخيلتك هو تيرم. الترم عباره هيك، افهمي معناها كمان، افهمي معناها. الترم عباره عن ايش؟ ايش تتصور صورته؟ يا رقم، يا حاجات مضروبه في بعض، يا مقسومه، يا ضرب وقسمه. ليش؟ لانه مش الترم هيك بتشجر شغلات. الان لما يجيب لي يقول لي 5 زائد 2 في 3، ما بالنسبه لي هذا كله ترم، صح ولا لا؟ فعشان هيك ايش بقول؟ اكسبريشن زائد ترم. طيب الان نسير الترم هذا، الاكسبريشن هذا مش بدي كيف بدي اوصله لخمسه؟ بدك تقولي لي عباره عن ايش؟ ترم. والترم عباره عن فاكتور، والفاكتور عباره عن خمسه، صح؟ طب بدي اسال سؤال هيك سريع، لو احنا قلنا الاكسبريشن مش بس ترم وضفنا عليها فاكتور، يعني بدل اروح اعمل ترم واعمل فاكتور، عملت فاكتور بيصير امبيجوس، ممنوع، لانه بيصير عندي طريقين. بتصير يا بتقول اكسبريشن مباشره للرقم، يا تيرم لفاكتور، فصار بتحييد امبيجوس، ممنوع. بعملش الحركه هاي، بديش افكر بكره اقول عشان اختصر اعملها. طب ما انت عشان تختصر يمكن عملت امبيجوس، صار في طريقين ليوصل للخمسه. فانتبه للغلطه الشائعه اللي بيغلطوا فيها كثير. وضحت؟ طيب الان تعالوا للترم هذا، الترم كيف بدي اطلعه؟ ترم دكتور لو سمحت في اخر نقطه، ماشي بدي اعيد اخر نقطه. الان في البعض ايش بقول؟ بقول مش انا الاكسبريشن بدل اوديها على ترم بدل اوديها على فاكتور على خمسة، ايش بيصير لو قلت كمان الاكسبريشن فاكتور؟ مش اسرع لي؟ بقول له اسرع لك، لكن صار امبيجوس. ليش؟ لانه صار في طريقين من الاكسبريشن يوصل لخمسة، اكسبريشن فاكتور، فاكتور خمسة، او اكسبريشن ترم وترم فاكتور، فصار طريقين فصارت امبيجوس، فممنوع نعمل حركه زي هيك. تمام. طيب نرجع الان لشغلنا كمان مره. الان الترم ايش قلنا؟ ترم فيه فاكتور، الترم هذا خلاص فاكتور، والفاكتور 2 والفاكتور 3. لاحظوا الان ايش صار؟ 2 في 3 بعدين زاد عليهم ايش؟ 5. شفتي كيف؟ فخلص صار عندي الان جرامر بيوصف اللانجوج اللي تكلمنا عنها، وبياخذ في باله الاسوشيتيفيتي تبعت الاوبريتورز اللي هي ليفت، وبياخذ في باله الاولويات اللي هم للضرب وللقسمه. تمام. طيب بريك دقيقه واحده عشان نبدا نتابع في السؤال هذا. دقيقه واحده بريك. تفضلي. طيب خليها بعد البريك عشان نعملها عشان الكل يستفيد، لانه الان بهذا بصير كت فيه.
طيب يا بنات خلونا نبدأ الآن نكمل لو سمحتوا هدوء الآن لو سمحتم هدوء هدوء بنات هدوء لو سمحتوا هدوء خلاص تمام نرجع الآن نكمل في الجرامر ففي سؤال إيش سؤالك يعني لو كانت بدك تسأل عن إيش خمسة مثلا ضرب اثنين زائد ثلاثة كيف بتنعملها لتري صح تعالوا نشتغل يلا يا بنات أول حاجة هتبدي من start symbol اللي هو expression الاكسبريشن عبارة عن ايش هنا؟ اكسبريشن زائد تيم اكسبريشن مزبوط؟ زائد تيم صح؟ التيم فاكتور والفاكتور ثلاثة الاكسبريشن هذا عبارة عن ايش؟ تيرم تيرم شفتي؟ والتيرم تيرم في فاكتور والفاكتور والتيرم بتكمليهم بتخلص فيش مشاكل انت دائما تخيلي هاي عشان ما تغلطيش تخيليهم الضرب والقسمة كتلة واحدة اعتبريها رقم فبتصير سهلة عليك إشي زي إشي فبتقدر تشتغلي بنات دائما تخيلوا القصة هاي إنه كل الضرب على بعض وبالقسمة بهذا كله وحدة واحدة اعتبريها في مخيلتك زي رقم واحد عشان ما تتوهيش وتعرف الإكسبريشن من الأول إيش بدها تنفك وكمان مرة لاحظوا إنه إحنا لسه كل هذا اللي تريب نشتغله كهيومن لسه ما اشتغلناش كسيستم كيف بعرف أنا قاعد لسه بفكر كهيومن كيف أطلع التري من الجرامر وقاعد بحذر وبفكر لا استبدلنا كذا وكذا صح ولا لا فهذا بعدين حيتعدل ان شاء الله قدام طيب الان بس في اضافه اخيره على هذا الجرامر بدنا نضيفها وبدي انتم تفهموا بديش تطلعوا تحلوا لكن بدي تقولوا لي الفكره لو كان عندي زي هيك 5 زائد 2 ضرب 3 لمين الاولويه اكثر من الضرب والقسمه للاقواس صح يعني في الحالة اللي هاي اللي أنا رسمها على اللوح لازم يجمع 5 زائد 2 بعدين يضرب في 3 لأنه الأولوية للأقواس أكبر صح؟ الآن سؤالنا لو بدنا نعدل على هذا الجرامر بحيث نسمح بالأقواس إيش التفكير العام بيقول؟ كيف بدنا نعملها؟ إيش الفكرة؟ إيش الفكرة؟ كويس يعني بدنا نعمل نون تيرمينال جديد للليفل البريوريتي تبعه اعلى بنفس الصوره اللي قبل شويه وعمل تعريفه شو هو مش انا من الاول كانت اكسبريشن زائد نمبر لما اجى الضرب والقسمه عملت نون تيرمينال للضرب والقسمه ونزلت تحت عرفته الان اجى اولويه اعلى كمان من الضرب والقسمه اللي هو الاقواس اكيد هعمل نون تيرمينال جديد وابدا اعرف انه هذا عباره عن اقواس ولو اجى كمان اعلى اولويه اعلى من الاقواس هعمل كمان نون تيرمينال ثاني جواته ويمثل الشيء اللي بده اولويه اعلى تعالوا نشوف ثلاث الاقواس كيف صارت حتقولي لي حنيجي من هنا نغير الفاكتور هذا مش تيرم في فاكتور تيرم على فاكتور او فاكتور الفاكتور كان زمان نمبر الان بدناش نخليه نمبر بدنا نعمل اولويه الأجدد إيش بدنا نقول الفاكتور عبارة عن بين قوسين أي إكسبريشن تيجي بين قوسين انتبهوا ما قالش أي تيرم لأنه في النهاية إيش ما يكون بين القوسين ضرب بقسمة بإيش ما يكون أولوية أعلى فهذه أعم وأشمل فقال مش بس في حكاية الضرب والقسمة يعملها تيرم لا قال كل الإكسبريشن بما تشمل أو إيش بدنا نقول هنا يا بنات أو نمبر شيك خلص خلصت الفاكتور او نمبر والنمبر خلص زيرو او واحد او اثنين الى الاخر تعالوا نتاكد انه هذا صار برضو كلام سليم ما فيش فيه مشاكل بس انا قبل ما احل عليه بدي تفهم الفكره انه كل ما بيزيد اولويه بيزيد نون تيرمينال الجديد طب ليش سياسه النون تيرمينال الجديد عشان يضمن انه هدول كلهم وحده واحده مع بعض
الآن إيش فكرة إنه الإكسبريشن بين قوسين هنا؟ إنه هذا كله بده يتضبضب ويخلص عشان يصير هذا فاكتور. فهمت كيف؟ بعدين يعني لو أنا عندي افترضي تيرم على قوسين أشياء فيها إكسبريشن، لازم يأخذ مين؟ القوسين ويخلصهم، مع إنه القسمة أولويتها عالية، بس ليش؟ إحنا قلنا له القوسين أولوية أعلى، ولو أجا حاجة هنا كمان أولويتها أعلى من القوسين هيعملها كمان برضو إيش؟ ننتين وهكذا. فموضوع ان الاولويه سهل جدا تحليه، فكرته التريك تبعته ننتين من الجديد وتكملي. طب تعالوا نتاكد الان، بدنا نعمل تري لمين؟ لخمسة زائد 2 ضرب 3. تعالوا كيف بدنا نعملها؟ حتقولي لي بدنا نبدا باكسبريشن، تمام؟ ايش تستبدل الاكسبريشن؟ طبعا يا بنات الناس الشاطرين بيستوعبوا انه هذه فاكتور، وبيستوعبوا انه كل هذه تيرم في الاخر، ايش ضرب ايش تيرم، لانه هذا جوا تحت الاولويه له. عشان هيك ايش حنقول احنا الاكسبريشن؟ تيرم عباره عن تيرم، والتيرم عباره عن ايش؟ عن فاكتور. شفتي؟ لانه هذه الاولويه الاعلى لها اللي هي جوا في جوا في جوا، صح؟ والفاكتور عباره عن ايش؟ افتحي قوس اكسبريشن. طبعا هنا لحظه شويه، انا تيرم في فاكتور. ايوه معلش، ايوه انا تيرم في فاكتور صحيح. هنا على اساس بدنا نضرب، احنا مش بس هذه وخلاص، بدنا نقول عباره عن ايش؟ تيرم في فاكتور، صح؟ الفاكتور اللي هنا عباره عن ايش؟ عباره عن 3 نمبر، مش هي هاد تيرم، هذا كله مش تيرم في فاكتور. الان حنرجع له هذا بنات، هذا اكسبريشن بعدين تيرم بعدين فاكتور، ما ننساش هذا الكلام، تمام؟ الان اكسبريشن تيرم، التيرم مش بدنا نضرب تيرم في فاكتور، تيرم في فاكتور. الفاكتور هذا عباره عن ايش؟ ثلاثة. عباره عن نمبر، والنمبر 3. طيب الان التيرم هذا في النهايه تيرم، صح؟ هو فاكتور لكن هو تيرم، وهو اكسبريشن في الاخر، صح ولا لا؟ عشان ايش بقول التيرم هذا عباره عن ايش؟ عشان اطلع القوسين فاكتور، والفاكتور عباره عن ايش؟ افتحي قوس، مش على كيفك، ما انت افتحي قوس اكسبريشن، لاني استبدلتها بهذه. افتحي قوس اكسبريشن، مش عم بستبدل من الجرامر، بستبدلش على كيفي، وبعدين تذكره القوس. الاكسبريشن هذا كيف بدي اطلع 5 زائد 2؟ برجع اكسبريشن زائد تيرم، والترم فاكتور، والفاكتور نمبر، والنمبر 2، والاكسبريشن اللي هنا ترم فاكتور نمبر 5. شوف ايش بصير الان، الخمسة والاثنين بخلصوا وبعدين بنضربوا في 3. اذا صار عندي مبدأ الاقواس موجود، كل تريك او كل الفكرة اني انا بس زودت نون تيرمينال جديد، وهكذا كل ما بيجي ليفل بريوريتي تبعه اعلى كل ما حتزيدي نون تيرمينال جديد في بطنه زي ما بسموها جواته، عشان يكون اضمنه يكون وحده واحده، تمام لحد هان؟ في اي اشكاليه لحد هان؟ واضحه الامور؟ طيب ضايل سؤال بدي اساله ونتناقش فيه ونحله وتحلوه ونختم ان شاء الله. الان ركزوا معايا في اللانجويج اللي بدي اشرحها، لانه لازم انا اشرح اللانجويج صح عشان تقدري تعملي الجرامر صح، تمام؟ اللانجويج ايش بتقول؟ بتقول عندك، خلي بس امزح في الاول، عندك في لغه الباسكال، ركزي معايا، عندك في لغه الباسكال في حاجة اسمها بلوك. كيف شكل البلوك او كيف السنتاكس تبع البلوك هاي؟ قال في كي وورد اسمها بيجن، وبتخلص بكي وورد ان. طبعا يا بنات البلوك في الجافا زي هيك وهيك، يعني فتحتي القوس سكرت القوس وفي النص بدأت تكتب الستيتمنتس. عاد في الباسكال بقول لك لا، تكتب بيجن هذه كي وورد وبتسكري البلوك بانت. طب ايش في جوا البلوك؟ قال مسموح يكون فاضي، مسموح كسنتاكس
يكون فاضي زي برضو في السي والجافا مسموح، ومسموح يكون في ستيتمنت واحدة. طبعا الآن الستيتمنت لها تعريف، أنت افترضيها رقم عشان ما نقولش نفصل فيها، بديش اعتبريها مفصلة وجاهزة، يعني بديش تعملين نون تيرمينال تفصيل للستيتمنت، خلاص ممكن يكون ستيتمنت واحدة. وقال إذا كان في أكثر من ستيتمنت وهذا مسموح لازم يفصلهم فاصلة منقوطة. يعني لو بدي أكتب كمان ستيتمنت بحط فاصلة منقوطة ستيتمنت، خلص ممنوع آخر واحدة تكون فيها فاصلة منقوطة. بدي أكتب كمان واحدة فبقول لك أنت حرة قد ما بدك جوا بتحط ستيتمنت، بس بشرط لازم يكون بيناتهم فاصلة منقوطة، أو ممكن ما يكونش ولا ستيتمنت أو يكون ستيتمنت واحد. هيك السنتاكس السليم. طيب افترض أنا جيت الآن كمبرمج كتبت begin وكتبت end وكتبت statement وحطيت فاصلة منقوطة، بدي يقول لي غلط مش مسموح لك. طيب افترض حطيت كمان واحدة statement فيش مشاكل، سبتها فاضية فيش مشاكل، كتبت إن شاء الله مليون statement وكل واحدة فاصلة منقوطة بس آخر واحدة بدون فاصلة منقوطة مسموحة. الآن سؤالنا ايش بيقول؟ اكتبي الجرامر اللي بيوصف السنتاكس هذا بتاع البلوك. وضح السؤال؟ مين تكتب الجرامر؟ فكر، ما بدك تفكري وخربشي في الدفتر كمان، فكري وخربشي واطلعي اكتبي. يلا حدا قدر يعرف كيف نكتب الجرامر اللي بيوصف البلوك في الباسكال؟ مين يطلع يجرب؟ جربي. طبعا يا بنات تتذكروا لما اخذنا المحاضره اللي فاتت الاف كونديشن ايش كنا نكتب؟ طبعا الكلمات الكي ووردز هذه خلاص حتظهر زي بنفس الترتيب في البرودكشن، واذا في عندك ليست من شغله معينه، ما احنا تعلمنا قبل شويه كيف نعمل ليست من ارقام، ليست من اي شيء. فالعلم السابق اللي اخذتوه هذا باهلك انك تحل السؤال هذا بشكل كويس. على كل الأحوال خلينا نشوف إيش الحل عندها. تمام، قال لي هتحل وفي الآخر بده يقيموا لي حلها بعدين أنا بحل وبنختم إن شاء الله. تمام استريحي خليهم يعلقوا على الحل. طيب ايش رايكم في الحل اللي حلته؟ ايش تقييمكم؟ هيك تقييم سريع صح ولا غلط؟ ايش رايكم؟ ها اول سؤال وين بيجين؟ وين الاند؟ يبقى على طول خلص ايش ماله الجواب؟ مش بديني خريطه البلوك لانه البلوك لازم يبدا بايش؟ بيجين ويند. حتى قبل ما افكر في الموجود الان مش هفكر فيه، لانه طالما مش موجود الاستراكشر بشكل سليم معناه هذا غلط. مين بدها تجاوبه صح؟ جربي جربي يلا اخر محاوله عشان نجاوب. جرب تفضل حلي جنبها انا ان شاء الله. طيب Not, not, not. Oh, no.
طبعا الابسلون تمثل انه فاضي عشان تكتب ابسلون اذا بدك. ابسلون عادية ابسلون. تمام. زي ما انت كتبها مش مشكلة. ايوة. تمام استريحنا يلا خلينا نناقش اللي ايش رايكم في الحل اللي هي حلته. هي ايش بتقول؟ بتقول في بيجين لازم ابدا فيها وفي اند لازم تكون موجوده وفي في النص حاجه بدها تعريف سمتها البادي. طبعا البيجين والاند هذول تيرمينالز مش لهم استبدالات. اللي له استبدال اللي بتتبع معه البادي اللي هو احنا ايش قلنا؟ يا فراغ يا ليست يا وحده صح؟ راحت ايش قالت هي؟ قالت اول خيار في البادي يكون ابسلون وهذا خيار سليم. طبعا لو كان السنتاكس لا يسمح ان يكون بين البيجن والاند الا ستيتمنت على الاقل ساعتها غلط نحط هاي. دائما انا بتبع السنتاكس الحقيقي. طالما السنتاكس الحقيقي يسمح بوجود الفراغ هي عبرت عنه بالجمله هذه وهذا شيء سليم. بتنتبه للقصه هاي. افترض انا في الشرح قلت لك مش مسموح الفراغ يكون ساعتها هذه بتصير غلط واضح. لكن احنا قلنا مسموح اذا اصبحت هذه مضبوطه ولازمه. طيب الشغله الثانيه انه البادي ممكن يكون ستيتمنتس. تعال نشوف ايش تعرف الستيتمنتس هذه. يعني مش انه فراغ انه في شيء. ايش قالت لك؟ ممكن تكون ستيتمنت واحده او اكثر. اذا اكثر بفصلهم الفاصله منقوطه. الاجابه صحيحه بس خلينا نكتبها عادي بشكل فورمال هيك بالمصطلحات صح. هو اجابتها ما فيش فيها مشاكل ممتازه. الان نيجي نقول البلوك لان بدي اعرف البلوك مزبوط ولا لا. البلوك عباره عن ايش؟ عباره عن بيجن وانا بدي اخذ تسميه اوبشنال ستيتمنتس. اوبشنال ستيتمنتس ليش بقصد اوبشنال؟ يعني انه او لا. وبعدين ايش بيجي؟ اند. الان بالنسبه للاوبشنال ستيتمنتس عبارة عن ايش؟ واحدة من تنتين يا فراغ ابسلون يا ستيتمنت ليست زي ما هي عاملة مثلا او ليست سميها وات ايفر. يا فراغ يا ليست يا ستيتمنت زي ما هي سمت كل التسميات صحيحة. الان الستيتمنت ليست هاي ممكن تكون هي ستيتمنت واحدة وخلصنا او ممكن تكون اكثر من واحده. كيف بنعمل اكثر من واحده؟ الاسم اللي هان بدك تحطيه زي هيك فاصله منقوطه يا بدك تحطيه على الجهه هذه يا على الجهه هذه. مين اللي بيحكم عشان ما نغلطش؟ هل الستيتمنتس ليفت اسوشيتيف ولا رايت اسوشيتيف تنفيذ الجمل؟ طالما سيكوينشال بنمشي يعني ليفت اسوشيتيف يعني سرت الاسم نفسه بدك تحطيه هنا اللي هو ستيتمنتس ليست فاصله منقوطه. ايش بيجي بعد فاصله منقوطه؟ ستيتمنت واحدة. فصارت هذا عندك حرية الخيار. لو بدك تكتب ستيتمنت وتسكتي تستبدلي هذه بايش؟ بستيتمنت. لو بدك تكتبي تنتين بتاخذي هذه وبترجعي هذه لستيتمنت وبتقدر تعمل لسه قد ما بدك زي ما شفنا في الارقام قبل شوية 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8. فهذه موجودة ليش؟ عشان تعمل لك التكرارات في الستيتمنت. وهذه موجودة ليش؟ عشان تختم فيها او حتى ابدا فيها. شفت انت كيف؟ بس كمان مرة ما تنسوش انا ليش فضلت احط هذه على اشمال الفاصلة المنقوطة؟ يعني ليش ما بدلتش؟ ليش ما حطيت ستيتمنت فاصلة منقوطة ستيتمنت ليست؟ لأنه حتى الستيتمنت ليفت اسوشيتيف بده يصير من الشمال لليمين يعني بده يمشي سيكونشال وبالتالي لازم يكون على الشمال. عارفين لو الستيتمنت من تحت لفوق بتنفذه كان انعكست. ما تنسوش القصة هاي. يعني أنا كمان مرة بأكد على المعلومة التالية يا بنات اوعوا تنسوها لأنه بغلطوا فيها كثير. طالما أنا بتكلم عن تكرار معناها اسم النون تيرمينال اللي قبل السهم لازم يوجد بعد السهم عشان يقدر يعمل التكرار والا ولا عمره بصير التكرار. الان طالما بده يجي على شمال بعد السهم السؤال احطه في الجهه اليمين احطه في الجهه الشمال التكرار يفرد هيك التكرار يفرد هيك. هنا بدك تسال نفسك سؤال كيف التنفيذ بيتم؟ ليفت اسوشيتيف رايت اسوشيتيف. لانه بناء على هذه المعلومه حتعرف وين تحطيها هذه تاعت التكرار. فهذه ما تنسي المعلومات هاي.
ومش تحذير، مش لأنه أنا دائما في أمثلتنا كانت دائما على الشمال، يعني دائما على الشمال، تفكروا للأبد دائما على الشمال، لا، لأنه دائما بنتعامل هنا مع أوبريتورز ومع حاجات تنفذ من الشمال لليمين. لكن أي حاجة حلاقيها عكست إنه لازم أخلصها من اليمين للشمال، حبطل أعمل زي هيك، وحيمر معنا أمثلة بعدين لازم أقلبهم. وضحت؟ يعطيكم الصحة والعافية.